البيور ده اهو اللي هو ده كده ده يبقى خارم القطاعات. البيور اللي هو كل الخزانات الصغيره الخزان اللي هو في وشك ده اللي هو الازرق ده ده اللي هو الابيض ده اللي هو الابيض اللي هو السن خارجي تمام ده بيبقى خارج من ايه من القحاله تمام بيبقى صالح لمهنه الشرطه تمام ده مصرح بيه 100% تمام ده معاه شهاده صحيه تمام تمام. وباقي الخزانات برضو بقى في اللي هو اللي هو اللون الابيض ده اللي هو بيبقى في ضوء الشمس في اللي الاسود برضو بقى داخله بيور برضو تمام بس الاسود الخارجي اللي هو دوت بيبقى طبقتين تمام طبق الابيض بيبقى ثلاثه طبق تمام. طب المواد دي انتوا بتجيبوها منين؟ مواد التصنيع دي نفسها دي في شركه اسمها سابق بتاعت البيور تمام شركه اسمها سابق بتاعت البيور بتودي المصنع اسمه شيري تمام بتاع استاذ ايمن امين شيري تمام تمام. انتوا المصنع بينتج كام خزان في اليوم مثلا؟ يعني في الحد الادنى مثلا المصنع يعني 20 خزان تمام. انت كنت قلت لي ان في ناس بتهاجمك وبتهاجم المصنع وصناعه الخزانات. أيوة بيهاجموها ليه؟ في مصانع شغاله مثلا خامات بايظه دي بتسرق الميه. المصانع دي فين طيب؟ يعني هم بيهاجموا اللي هم مثلا بعدين عن الكتله السكنيه برضو خايفين من الناس اللي هي تيجي زي مثلا الصحه والكلام ده كله ده في اكتوبر في العاشر تمام بيصنعوا في اكتوبر في العاشر تمام. المواد بتاعتهم المواد تصنيع الخزانات نفسها مسرطنه تمام. لا مش كل في اللي هو البيور اللي هو البيور الصافي اللي هو شغالين منه دوت اللي هو البيور اللي انتوا كمصنع شغالين كل الخزانات من البيور كل الخزانات من البيور تمام. لكن الانواع الثانيه زي ايه مثلا؟ بلاستيك ومضاف عليه خامات ثانيه. الصناعه بدات بقى لها فتره طويله هنا في القريه؟ لا مش فتره طويله هي الصناعه دي اصلا تبع الاسرائيليه. يا سلام الخزانات دي خزانات اسرائيل بتصنع الخزانات دي ماشي تمام تمام. فالفلسطينيين عملوا مصنع في مدينة بدر لصناعة الخزانات اللي هي البنية السريه. مدينة بدر اللي هي على طريق السويس. ايوه تمام. اسم واحد اسمه جمال الشام تمام. وبناء عليه تم بقى انه عمل ماكينات صنع في مصر تمام. ماكينات محلية مش في افران تمام. بتيجي من ايطاليا وبتيجي من الهند تمام. وفي ناس بتشتغل احنا بنشتغل خزانات خامات خامات ايه؟ خامات بيور بيور درجة أولى تمام. دي الخامات المرخصة ها؟ دي الخامات المرخصة بتيجي بقى من سيدي كرير تمام بنجيبها بقى من تجار التجزئة تمام بيغلوا علينا الايه؟ الخامة دي. طب انتوا في القرية يعني بتصدروا أكتر من مكان الخزانات؟ مش تصدير كله محلي شركات كله محلي وبعدين بيتوزع في المناطق الساحلية تمام. نسبة الكبيرة على السحر. اساس ان المايه ما بتبقاش تطلع الادوار العليا تمام. طب يعني المصنع هنا طيب يعني طاقه انتاجه قد ايه من الخزانات طاقه الانتاج اصل دي حسب ايه بقى احنا بنشتغل موسمي تمام. في الشتاء بن ايه بنريح ونبتدي في الصيف نشتغل تمام علشان المدن الساحليه والمصيف والكلام ده تمام. وكمان تلاحظ ان احنا قدمنا لتراخيص فهمتني قالوا عشان داخل الكتله السكنيه منعوا يدونا ايه تراخيص تمام المنشآت دي. الخزان الطبيعي ثلاث طبقات يعني كل طبيعي في خزان تمام. بيتعمل ثلاث طبقات تمام ثلاث طبقات ده الطبقه الاولى طبقه بيضاء الطبقه الثانيه سمراء الطبقه الثالثه بيضاء برضو. ليه السمراء ديت عشان معتمه عشان اشعه الشمس تمام عشان كمان ان الطحالب والبكتيريا ما تبقاش موجوده في ما تنموش في وسط في الخزان بعد كده لان الخزان ده بيقعد خمس سنين تمام ضمان خمس سنين بيقعد عند العميل خمس سنين لو جرى له حاجه بيرجحوا لي وياخد واحد تاني. الثلاث طبقات دول من ماده البيور ثلاثه من ماده البولي ايثيلين بولي ايثيلين بولي خامه اسمها خامه ايه؟ البولي ايثيلين تمام. اديني مصر فيه بولي ايثيلين نفس تمام لكن لا ده بولي ايثيلين اللي هي 38 40 او 60 70 تمام. لكن الثلاث طبقات 60 70 بتيجي من السعوديه 38 40 بتيجي من سيدي كريم تمام. لكن الثلاث طبقات مش موجود يعني مش جوه في المصنع بيتعمل طبقه واحده ولا بيتعمل ايه؟ بيتعمل طبقتين بيتعمل طبقتين لان في طبقه بتبقى جايه لكم في طبقه سوداء وطبقه بيضاء تمام سمراء وطبقه بيضاء تمام تمام. يعني في خزان بيتعمل طبقتين وفي خزان بيتعمل ثلاث ايه؟ طبقات حتى تشوف انت تشيله كده تشيل خزان الثلاث طبقات
تمام. ولما تشوف الخزان اللي هو الطبقتين دي اخف. بس انت كده كده بيجي لك الخزان يعني بيجي لك بلاستيك وانت بتصممه خزان جوه هنا صح؟ اه. طيب ما هي دي القصه اللي انا يعني انا عايز اصور القصه دي من مرحله مكان ما بلاستيك ما هو مش لحد شغال. ما ي... لو شغال جوه ما انا هخليه يتصور. هو حاليا مش شغال المرحله دي مش شغال. مش شغال لسه. تمام. لكن ايه اللي شغال جوه؟ ده هو التبريد. التبريد لسه في الدنيا بتاع نص ساعه. التبريد ده اللي هو عباره عن ايه برضه عشان انا ما اعرفش؟ التبريد حط مراوح تهويه على الايه؟ على البلاستيك. شغال في المهنه دي من امتى؟ شغال بقالي لغايه دلوقتي 8 سنين. بتشتغل ازاي؟ طبيعه المهنه عامله ازاي؟ طبيعه المهنه ان هي يعني ممكن تقف ده المكنه بيبقى معاك كشاف وتبص بتشوف الخامه خلصت الخامه موجوده لان الترم كذا ايه نوع من الخام. الترم ثلاث طبقات من الناحيه. اه بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ ايه؟ بتشتغل كام ساعه؟ ممكن اشتغل خمسه ممكن اشتغل سته. على 12 الاساس 12. بس ممكن ايه انا مطلوب مني عدد شغل لو انا انجزت فيه وطلعت بدري بقى ايه بخلص واخد بعده وامشي. المهنه محتاجه كفاءه معينه؟ اه ان الواحد يبقى يعني عقله شغال لما يستوعب الحاجه بسرعه. اصعب حاجه في المهنه دي ايه؟ اصعب حاجه ان يعني اللي عايزه تركيز ان اي غلطه ممكن تدمرك وتدمر اللي حواليك.